حول هذه القضية مشاهدينا ينضم إلينا من جنيف كارلو سوماروغا، عضو البرلمان السويسري والخبير القانوني كذلك. نرحب بك معنا في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية سيد سوماروغا. شكرا جزيلا. أبدأ معك إذن، حسب ما تبعنا في الخبر لم تتضح الجهة أو الأطراف التي تقدمت بهذه الشكوى أو هذه الدعاوى، لكن ما هي مآلات هكذا شكوى؟ وهل معنى ذلك بأن الرئيس الإسرائيلي سيلاحق جنائيا في سويسرا؟ في سويسرا يوجد لنا النظام حيث أن يكون المسؤول ممكن في جرائم الحق أن يتم ملاحقته في فيينا، ومن الممكن أن يتم توقيفه. يوجد في سويسرا أيضا قضايا بإدانات أخرى في سويسرا. من الواضح أن المشكلة الإسرائيلية ولا المسؤول عنها في مسألة جرائم الحرب من الممكن أن يلاحق. فيما يخص الرئيس الإسرائيلي فإن المسؤولية المطلقة باعتباره رئيس للدولة الإسرائيلية. أيضا قادة الحرب الذين قد شاركوا بالفعل في هذه العمليات ضد الشعب الفلسطيني. إذن الرئيس من الممكن أن يتم توقيفه وبسبب الاعتداءات في غزة. طيب، إن كان سيلاحق إذن الرئيس الإسرائيلي كما فهمت من كلامك سيد سوماروغا، لماذا لم تعلن الأطراف أو الجهة عن هويتها في تقديمها لهكذا شكوى؟ في الواقع ما يحدث هو في سويسرا كل شخص، أنا أو أي شخص أو أي مواطن ممكن يتقدم للنائب العام. في الحالة دي، في مثل هذه الحالة يمكن إجراء محاكمة. الرئيس الإسرائيلي من الممكن أن يكون هناك جرائم محتملة قد ارتكبها في غزة، فإذا النائب العام للأسف من المحتمل أن هذا النائب العام لم يبدأ هذه الإجراءات، لكن الرئيس الإسرائيلي إذا حضر إلى سويسرا من الممكن توقيفه، لأن السيد أولمير حينما حضر إلى سويسرا كان يعرف أن هناك شكوى ضده أو بلاغ ضده، فكان لا يستطيع أن يصل. وهذا الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء السابق الإسرائيلي.